خود كل، انت من الصبح ما اكلت شي. شو الموضوع احمد؟ شو هالحالة؟ اهتمي بشغلك احسن. ليش عم تتعامل معي بهالطريقة؟ انا ما بيهمني شو عم تعمل، بس ما فيك تتفشش فيني لو معصب. اها، وشلون عم اتفشش فيكي يا إيلين؟ قليلي لشو. اذا كل مرة ما زبط معك الحساب بدك تخانقني، ما رح نخلص بحياتنا. شو كنتي عم تعملي وانا عم احسب يا إيلين؟ وين كنتي ومع مين؟ بالجامعة. ايه والله بعرف انك بالجامعة. انا عم اسأل عن الزلمة اللي وقعتي بغرامه لحتى تخليني اندم. ما بتستحق الجواب لانك سألت بهالاسم. اها ايه منيح، مو باقي شي حتى نحكي لك. استاذ، السؤال غلط ما بينحل. والله جد؟ عن جد، جربت كل الطرق يلي بعرفها ويلي ما بعرفها، اكيد في غلط بالسؤال. شو هالحكي اللي عم تقوله ومتاكد لهالدرجه؟ ايه لهالدرجه. انا رح جن استاذ، اعطيتني هالسؤال لحتى جن، معقول؟ يا احمد، انت حياتك تاثرت بسبب شغلك مزبوط، غير انه علاقتك بهديك البنت ما كتير مزبوطه باعتقادي. استاذ انت من وين؟ من وين لاحظت؟ من نظرتك. ايه بصراحة انت مهتم فيها اكتر من يلي توقعته. يعني استاذ، وانا كنت شبت لك يا احمد، هاي شغلات كتير حلوة. انا بدي روح وانت روح. روح نام، ارتاح شوي ولا تزعل، لأنه هذا السؤال أساساً ما هو سؤال تقدر تحله. رح حل هذا السؤال أستاذ، وبتشوف كيف رح حله. رح حله. أوه. الو، اهلين لميس. ايه انا كنت طالع اساسا. تمام، طيب بشوفك، مع السلامه. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.